أما الآن فنستعرض سويا أهم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. في مشهد يعكس روح التضامن والدعم الإنساني، أصبحت الجماهير الإندونيسية ترفع العلم الفلسطيني في مناسباتها الخاصة وكأنه علم بلادها. هذا التقليد الذي تزايد بشكل ملحوظ خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. رفع العلم الفلسطيني في إندونيسيا لم يقتصر فقط على المظاهرات السياسية وحتى الفعاليات التضامنية فقط، بل أصبح يظهر في الاحتفالات الوطنية والأعراس والمهرجانات الرياضية وحتى أيضا في الحفلات الموسيقية. فلنشاهد ماذا يحدث في إندونيسيا.